الأديبوستيشو بتمثل طاقة ضخمة جدا مخزنة بيستخدمها الجسم في حالات ما بين الوجبات أو في الصيام أو في الجوع الشديد. also طيب المعذرة. طيب برضو الليبيد بيمثل لنا عازل للجسم من الحرارة الخارجية، بنقولها له ثيرمال انسيوليتر، وبرضو عازل ميكانيكال بيعمل حماية للأعضاء الداخلية. برضو يا جماعة بيمثل لنا عازل كهربائي، لذلك الالكتروكيميكال امبلس بتنتقل بصورة كويسة خاصة في الجهاز العصبي، لأنه الليبيد هو بيغطي لنا أو بيمثل لنا جزء كبير من الحاجة اللي اسمها المايلينشيز. المايلينشيز ده هو اللي بيغطي الأعصاب وبيساعد في انتقال الومضات. برضه يا جماعة الدهون الدخول للجسم بيمثل لنا مصدر لـ what is called essential fat acid، الأحماض الدهنية الأساسية اللي ما بتتصنع في الجسم، اللي هي اللينوليك اللينولينيك. وأيضا الدهون بتدخل في تصنيع السيل ممبرين، وهي استراكشر مهم جدا زي الفوسفوليبيد والكوليسترول. برضه يا جماعة بنصنع من الدهون الستيرويد هرمونز. طبعا يا جماعة الهرمونات معظمها عبارة عن بروتينات، لكن في جزء من الهرمونات اسمها ستيرويد هرمونز، والسكس هرمون بتصنع من الكوليسترول. في فيتامين مهم جدا يا جماعة اسمه فيتامين دي. فيتامين دي ده بيتصنع من الكوليسترول، والكوليسترول بيزيكلي هو الليبيد. برضه يا جماعة الإيكوسينويد، لو بتتذكروا الإيكوسينويد مثال لها البروستاجلاندينز، هي بتصنع من حمض دهني اسمه راشيدونيك أسيد، وده عنده أدوار عظيمة، بتنظم البلود بريشرز وبتقلل الكلوتينج التجلطات وبتساعد في اليوتراين كونتراكشن. برضه يا جماعة الليبيدز بتدخل في استراكشر اسمه لايبوبروتين، وده بيساعد في انتقال بعض الدهون زي الفات سوليوبل فيتامينز. طيب ما هي الكلاسيس او هاو وي كلاسيفاي ليبيدز؟ بنقسمها لسيمبل ليبيد، ودي احماض دهنية فاتي اسيد زائد الكحول، واشهر مثال ليها الترايسايل جليسرول. في كومبلكس ليبيد اللي هي جماعة السيمبل ليبيد زائد مجموعة تانية، فممكن المجموعة التانية تكون فوسفيت يبقى اسمه فوسفوليبيد، أو كربوهيدرات يبقى اسمه جلايكوليبيد. برضه يا جماعة عندنا مجموعة تالتة اسمها درايف ليبيد أو مشتقات الليبيد، ودي بتشمل الكوليسترول والفات أسيد والكيتون بوديز والكحول أنسون. طيب حتى يا جماعة الدهون بتنقسم لقسمين، في جسم لا يذوب تماما في الماء، يعني ما عنده أي درجة ذوبان في الماء، ودي بنسميها هيدروفوبيك. بتعني شنو؟ بتعني إنه لا يذوب في الماء، كاره للماء. ودي يا جماعة نوعين، والكوليسترول إستر. إذا ما هي الهيدروفوبيك ليبيد؟ هي الكوليسترول إستر والترايسايل جلسرول. يعني ما هو الفرق بين الكوليسترول؟ الفري كوليسترول هو لا يحتوي على فاتي أسيد، أما لما نقول كوليسترول إستر ده بيحتوي على فاتي أسيد. طيب فيليبيك هيدروفيليك، أو نقول على أنفيباسيك، أو عند الدرجة بتاع الذوبانية، اللي هي دي الكوليسترول والفوسفوليبيد. إذا دي نتوقع إنه نلقى جزء منه بيواجه الماء أو في وسط مائي في الجسم. أما الهيدروفوبيك لما تكون بعيدة من الماء، اللي هي التراجلسرايد والكوليسترول إستر. طيب ما هي الأحماض الدهنية؟ الأحماض الدهنية يا جماعة أيزر تكون فري ما مرتبطة، أو إستريفايد. لما نقول إستريفايد بنعني شنو؟ بنعني انه هذه الاحماض الدهنيه مرتبطه بمثلا الكحول او كوليسترول. فمثلا في العاده مثلا زي الترايسايل جليسرول هي عباره عن ثلاثه فاتي اسيد، الفوسفوليبيد برضه بيحتوي على فاتي اسيد. طيب دائما في الحيوانات وفي النباتات العليا بتكون الفاتي اسيد ام برانش غير متفرعه،
واشهر مثال لفاتي اسيد هو اسمه بالميتيك، بالميتيك اسيد. طيب اللحمات الدهنيه اذا تكون مشبعه كلها روابط احاديه سنجل، او تكون غير مشبعه. الغير مشبعه ممكن تكون رابطه واحده او اكثر من رابطه. انا هي بيهمونا يا جماعه اكثر من رابطه لانه بنسميها بولي انساتوريتد، واللي هي مثال لها الاراشيدونيك. واشهر من الاراشيدونيك في اثنين، واحد اسمه لينوليك ولينولينيك، ودي بنسميها جماعه الاحماض الدهنيه الاساسيه، دي اسينشال. وفي قسم ثاني اي احماض دهنيه غير اللينوليك واللينولينيك بنسميها نون اسينشال. اذا جماعه الفاتي اسيد ايضا اسينشال معناها ما بيصنع الجسم، او نون اسينشال. الما بيصنع الجسم هي شنو؟ اللينوليك واللينولينيك. اللينوليك ده يا جماعه ما بيصنع الجسم، ده هو بيجي منه برضه ثاني حمض دهني اسمه اراشيدونيك، والاراشيدونيك ده هو المصدر بتاع تصنيع الايكوسينويدز زي البروستاجلاندينز واللوكوترايز. طيب دايجستشن اند ابزوربشن اوف ليبيد. الليبيد بصوره عامه يا جماعه عنده بور ووتر سوليوبيليتي، اذا ذوبانه في الماء ضعيف. ونحن عارفين يا جماعه ان كل الاوساط، الاوساط بتاعت الهضم هي اوساط مائيه، مجرد الزول ما يتناول طعام بيشرب ماء. اذا يا جماعه الحاجه الميجر هي شنو؟ وجود الماء. طيب عدم الذوبانيه بتاعت الليبيد بتمثل مشكله، لكن دي بتتحل يا جماعه بمركبات زي البايل اسيد. اذا في مركبات بتساعدنا او بيساعدنا في الدايجستشن والابزوربشن، لانه هي يا جماعه عندها مقدره على ذوبانيه في الماء، فهي بترتبط بالدهون وده بيساعد في الهضم والامتصاص بتاع الدهون. طيب ما هو الدهن الاساسي الميجر ليبيدز في الطعام الدايت؟ هو يا جماعه تراي اساي جلسرول. تراي معناها ثلاثة، اسايل معناها فاتي اسيد، جليسرول ده كحول. اذا تراي اسايل جليسرول هو يا جماعة فات ثلاثة فاتي اسيد مرتبطة بالجليسرول، وده يا جماعة الصورة التخزينية في الجسم، وده أكثر ليبيد بنتناوله في الطعام. طيب بيحصل له هيدروليسيس بتكسر لفري فاتي اسيد. اكشولي ما هو فيه ثلاثة فاتي اسيد، لكن اللي بتكسره دائما اثنين وبيفضل واحد ثابت بنقول عليه يا جماعه 2 مونو اسايد جليسرول، يعني دايما بيكون في البوزيشن نمبر 2. طيب ما هي الانزيمز الانفولف في الدايجستشن بتاع الليبيد؟ عندنا اسمها بنسميها يا جماعه لايبيزس. فعندنا اللينجوال والجاستريك لايبيز، ده بيحصل لهم سكريشن، ودايما يا جماعه بيشتغلوا تكسير الترايسايد جليسرول في الانفانتس، وبيبدوا في الاستومك. إذا يا جماعة أول هضم للدهون بيحصل وين؟ في الاستومك، في المعدة. ومهمات وين يا جماعة؟ مهمات في الرضع على أطفال الصغر. في البنكرياتيك لايبيز من اسمه يا جماعة بيطلع من البنكرياس وبيشتغل في الانتستين. وهذا يا جماعة الإنزيمز هو الأساسي لهضم الدهون في الأرض. طيب نرجع سريعا. إذا يا جماعة قلنا الفانكشنز بتاعة الليبيد هي مصدر الإنرجي وعازل. العازل ده يا جماعه ممكن يكون عازل حراري او عازل وغائي ميكانيكال او عازل كهربائي، وده بيساعد في انتقال الامضات. برضه يا جماعه هو الدهون هي مصدر لاحماض دهنيه اسمها اسينشال فاتي اسيد اللي هي لينوليك ولينولينيك، دي ما بتصنع الجسم. وبرضه يا جماعه الدهون بتدخل استراكشر مهم جدا في للكوليسترول والفوسفوليت، بيدخلوا في السيل ممبرين. برضه يا جماعه بنصنع الاسترويد هرمونز، هي مجموعه من الهرمونات، وايضا يا جماعه السكس هرمون وفيتامين دي. وما ننسى يا جماعه انه الدهون هي مصدر للايكوسينويد او البروستاجلاندينز اللي هي بتصنع من الاراشيدونيك اسيد، وده عنده وظائف عظيمه. برضه يا جماعه الدهون هي مصدر لنقل الفات سوليبل فيتامينز. اذا يا جماعه الفات سوليبل فيتامينز ما بتقدر تدخل الجسم الا مع وجبه دهنيه. اذا وجود الليبيد مهم لامتصاص الفات سوليبل فيتامينز. زي ما قلنا يا جماعه الكلاسيس اوف ليبيد هي سيمبل وكومبلكس ليبيد. سيمبل معناها فاتي اسيد والكحول، مثال لها الترايجلسرايدز. وكومبلكس يا جماعه هي هذه السيمبل ليبيد بلس اذر جروبس. الاذر جروب ممكن يكون فوسفوليبيد او كربوهيدرات، في الحاله دي الليبيد يكون جلايكوليبيد، او بروتين في الحاله دي الليبيد يكون اسمه لايبو بروتينز. وفي يا جماعه حاجه اسمها مشتقات الليبيد
للكوليسترول والفاتي اسيد والكيتون بوديز والكحول. طيب قلنا يا جماعه الدهون بصوره عامه لا تذوب في الماء، لكن حتى عدم ذوبانها بينقسم، ففي بعض منها لا يذوب تماما، بنقول على هيدروفوبيك اللي هي مثال للكوليسترول ايستر والترايجلسرايدز. في نوع عنده درجه ذوبانيه اللي هو مثل الكوليسترول والفوسفوليبيد عندها درجه بتاعت ذوبانيه. طيب الاحماض الدهنيه يا جماعه بصوره عامه عايزة هي تكون free يعني ما مرتبطة، أو esterified يعني مرتبطة. طبعا يعني لما تكون esterified مثال ليها الموجودة في الترايجلسرايدز أو الموجودة في الفوسفوليبيد. طيب في الحيوانات بصورة عامة اللونج فاتي أسيد هي الموست كومون، وأشهر مثال زي ما أخذناه هو البالميديك أسيد اللي هو فاتي أسيد فيه 16 كربون. البالميديك أسيد عنده ميزة تانية إنه هو ساتوريتد. ساتوريتد معناه شنو؟ مشبع. مشبع يعني شنو؟ كل الروابط احاديه. في انساتوريتد معناه يا جماعه عنده شنو؟ رابطه على الاقل ثنائيه، فممكن تكون رابطه واحده او عديده. فدائما يا جماعه العديده اللي هي المشهوره اللي اسمها بولي انساتوريتد. فالبولي انساتوريتد لانه يا جماعه بتحتوي لنا على حمض دهن اسمه لينوليك ولينولينيك، ده لاهميتهم انهم يسمون اسينشال فاتي اسيد. اسينشال فاتي اسيد، وهذا يا جماعه الاسينشال فاتي اسيدز هي مهمه جدا لانه جسمنا ما مصنعها، فلازم نتناولها في الدايت. طيب هذه الاسينشال فاتي اسيد مثال لها لينوليك، ده هو يا جماعه بنصنع منه الاراشيدونيك، والاراشيدونيك ده ذاته بنصنع منه البروستاجلاندينز. الدايجستشن والابزوربشن بتاع الليبيد بتجي المشكله من انه الليبيد بور سوليبل ان ووتر، فالبور سوليبيليتي اوف ليبيد بتمثل بروبلمز. فالحل شنو يا جماعه؟ انه في مواد زي البايل اسيد بيفرز الجسم، فدي بتساعد شويه انه تخلي الليبيد يكون موجود في الوسط المائي، وبتساعد عمليه الدايجستشن والابسوربشن. طيب ما هو الليبيد الاساسي اللي بيتناول في الدايتس؟ هو الترايسايجليسرول تقريبا 90%. واللي بيحصل له شنو يا جماعه؟ بيحصل له هيدروليسيس، بينفك الفاتي اسيد من الجليسرول. طيب هل الفاتي اسيد الثلاثه بيتفكوا؟ في العاده يا جماعه الترايسايجليسرول فيه ثلاثه فاتي اسيد، لكن بيتفكوا اثنين، وفي واحد دايما بيفضل رابط اللي هو اسمه 2 مونو اسايد جليسرول، اللي هو يا جماعه فات اسيد مرتبط في الجليسرول لكن في الكربون نمبر 2. طيب ما هي الانزيم اللي بتعمل العمليه دي بتفك الفاتي اسيد من الجليسرول؟ هي يا جماعه بنسميها لايبيزس. في واحد اسمه لينجوال لايبيز وجاستريك لايبيز، ده المهمات في الانفنت وبيشتغلوا في الاستومك. وفي واحد يا جماعه اسمه بنكرياتيك لايبيز، من اسمه بيطلع من البنكرياس وبيشتغل في الناس الكبار، ومكان الشغل بتاعه يا جماعه الانتستين اللي معاه. طيب في تاني يا جماعه في حاجه اسمها الليبيد ستريس، ده يا جماعه بتفك الكوليسترول من الفاتي اسيد بتاعه وبتشتغل على الكوليسترول استر. وفي حاجه اسمها الفوسفولايبيزس، وده يا جماعه بتكسر الفاتي اسيد من الفوسفوليبيد. طيب نقول يا جماعه معلومتين عن البايل اسيد. البايل اسيد هي بايولوجيكال ديتيرجنتس يعني زي الصابون، بتصنع من الكوليسترول، بتصنع في الكبد، وبتتخزن في الجول بلادر عشان يا جماعه الحويصله الصفراء، وبيحصل لها سكريشن من يا جماعه في الانتستين عشان تساعد لنا شنو يا جماعه في الامتصاص الهضم والامتصاص بتاع الدم. So they help in digestion and absorption. يا جماعه اسمها شنو؟ اسمها بايل اسيد. يعني المهمه يا جماعه في هضم الدهون اسمها بايل اسيد، وهي اللي بتصنع من. طيب في مرض مشهور جدا اسمه ستاتيوريا. ستاتيوريا هو البريزنت اوف اكسس ليبيد ان ستول. في بعض الناس يا جماعه بيطلعوا ليبيد كتير في الستول بتاعهم. طيب بيكون سببه شنو يا جماعه؟ بيكون دايما الدهون ما حصل لها، يا ما حصل لها دايجستشن، يا ما حصل لها شنو يا جماعه ابسوربشن. فمثلا لو عندنا الليفر ديزيز، عندنا امراض في الكبد، ما نحس المشكله للبايل، لانه قلنا البايل بتتصنع وين؟ في الكبد. لو بقى ما في بايل معناه الدهون يا جماعه ما حتمتص ولا حتوضن بصوره كويسه، معناها حتطلع في الستول. جول بلادر ديزيز، لو بتتذكروا يا جماعه الجول بلادر الحويصله الصفراء بتخزن البايل. فاذا يا جماعه لو حصل مشكله في الجول بلادر معناها البايل ما حيتخزن بصوره كويسه، معناه ما حيساعد لنا في الهضم، معناه الدهون حتصغر. بنكرياتيك ديزيز، لو يا جماعه الناس عندهم امراض في البنكرياس فده بياثر يا جماعه على اللايبيز انزيمز والاذر انزيمز اللي هي بتعمل دايجستشن،
الانزيم دي لو ما شغاله معناه الدهون ما حيصل لها دايجستن، معناه حتطلع في الاستول. امراض يا جماعه في السمول انتستين، ميوكوزا في الغشاء المخاطي بتاع الانتستين، لانه يا جماعه هي اللي بتعمل امتصاص، فدي لو فيها مرض معناها حيكون في مشكله في الابزوربشن الامتصاص، ودي كلها يا جماعه ممكن تكون اسباب لشنو؟ للاستاتيوريا. طيب just for revisions, lipases هي يا جماعه الانزيمز فور دايجستشن اوف ترايجلسرايد. طبعا دي معلومه صحيحه، اذا يا جماعه لو دارين نعمل حط دايجستشن للترايجلسرايد بتشتغل فيها اسمها شنو؟ لايبيز. اللي هو مثال منه يا جماعه اللينجوال لايبيز، درر منه يا جماعه بيطلع من ورا اللسان لكن بيشتغل في الاستومك. في الجاستريك لايبيز هو يا جماعه برضه بيطلع من الاستومك وبيشتغل في الاستومك، والاثنين دول يا جماعه مهمات في الانفانت. وفي البنكرياتيك لايبيز زي ما بيحصل له سكريشن من البنكرياس وبيشتغل وين؟ في الانتستين. فهذه يا جماعه كل اللايبيز دي هي بتشتغل بتكسر لنا شنو يا جماعه؟ الترايجلسرايدز، او بتهضم لنا الترايجلسرايد. طيب its function، ما هي الماده؟ الفانكشن بتاعتها هي emulsifications and help in absorption of lipid. طبعا يا جماعه emulsification معناها القطعه الليبيد الكبيره تتقطع لقطع صغيره. طبعا يا جماعه كل ما الماده بقت مقطعه لاجزاء صغيره معناها يا جماعه شنو؟ في لو لاحظت بتعرف في علاقه بين مساحه السطح والحجم، فده بيساعد في ارتباط الانزيمز اللي بتعمل بعض الصغير. طيب ما هي الماده يا جماعه؟ الوظيفة ده بتعمل emulsification وبيساعد في الابزوربشن اوف ليبيد، هل هي البايل بيجمنتس ولا الفاتي اسيدز ولا البايل سولت ولا الكوليسترول؟ What do you think which one is that? Yes. Bile salt. Bile salt. Bile salt. Yes. Very good. Actually, ما هو bile salt ما bile pigments. Bile pigments دي حتاخدها في السمستر الثاني، هو بيجي من تكسر الهيموجلوبين. لكن يا جماعه البايل سولت او البايل اسيد هي اللي بتجي من الكوليسترول وهي المسؤوله من او بتساعد في الدايجستشن والابزوربشن. طيب which one is hydrophobic؟ من المركبات الأربعة دي مع الآية الهيدروفوبيك عندنا اثنين هيدروفوبيك واثنين هيدروفيليك. Which one؟ Yes. What about cholesterol؟ Cholesterol is not hydrophobic, it is hydrophilic. Triglyceride, it hydrophobic. Cholesterol ester is hydrophobic and phospholipid is hydrophilic. إذا مع المواد اللي عندها درجة بتاع الذوبانية أحسن هي الكوليسترول والفوسفوليبيد. طيب The result of digestion of lipid إذا يا جماعة لما نعمل هضم للدهون بنتحصل على free fatty acid، إجابة صحيحة. بنتحصل على monoacyl glycerol، إجابة صحيحة. لو تتذكروا يا جماعة الترايسيل جلسرول ما بيتكسر كله، يفضل فيه رابط fatty acid بنسميه monoacyl glycerol. Triacyl glycerol is not a result of digestion of lipid، هو يا جماعة ما مهضوم، ده ممكن يطلع لنا في الاستاتيورية، لكن يا جماعة triacyl glycerol by se it is not a result of digestion. Cholesterol ester is not a result of digestion، يعني يا جماعه لازم عشان يتهضم الكوليسترول لازم يتفك من الفات اسيدز بتاعه. طيب its function to transport dietary lipid to the intestine، اذا يا جماعه بعد ما الدهون ما تتهضم اكشولي يا جماعه عشان ننقلها من الانتستين ونوديها للتيشو، هو يا جماعه بنقول لنا الكلام ده هو اسمه تشاينو مايكرون، اسمه شنو يا جماعه؟ تشاينو مايكرون. يا جماعه نتذكر دائما dietary الغذاء المهضوم بتنقلوا لنا يا جماعه lipoproteins اسمها تشايلو مايكرون، اسمها شنو يا جماعه؟ تشايلو مايكرون. طيب نمشي يا جماعه للعمليه اللي اسمها اللايبوجينيسيس، وهي تصنيع الفاتي اسيد. والتصنيع الفاتي اسيد يا جماعه طبعا بعدين بتتخزن في صوره بتاعت ترايسايل جليسترول، اذا هو سينسيس اوف فاتي اسيد عشان يحصل لها ستور از ترايسايل جليسترول. فور يوز ان سيتويشن اوف كالوريك ديفيسيت، طبعا يا جماعه الكلمة دي ما تزعجكم، caloric deficient يعني شنو يا جماعة؟ لما يكون ما في طاقة، ودائما يا جماعة بيكون ما في طاقة بين الوجبات، مش لما ما يكون في ستور أو ما في شنو سبلاي من الكربوهيدرات. إذا يا جماعة بنخزن الفاتي أسيد بنصنع الفاتي أسيد في صورة تريجليسرول عشان نستعمله لما يكون ما في طاقة أو في وقت الجوع أو في وقت شنو يا جماعة؟ الصيام. هذا الباسو يا جماعة اللي بصنع الفاتي أسيد is located in the cytosol، موجودة يا جماعة في السيتوبلازم أو في الجزء السوليوبل بتاع السيتوبلازم يسمونه سيتوسول. أم بوليمرايز هو يا جماعة بيطول لنا أو بيضاعف لنا الفاتي أسيد من مركب ثنائي اسمه أسيتايل كوينزيم A. إذا يا جماعة اللايبوجينيسيس أو تصنيع الفاتي أسيد بنصنع فاتي أسيد من مركب اسمه أسيتايل كوينزيم A اللي هو بيجي من تو كاربوس، بيجي من كم كربون يا جماعة؟ من كربون.
هذا الباسوي يا جماعه از ريجوليتد از ستيب اوف اسيتايل كو اي كاربوكسيلاس. اذا يا جماعه هو بيتنظم على مستوى شنو يا جماعه الاسيتايل كو اي كاربوكسيلاس او الكي انزيم بتاعه الاسيتايل كو اي كاربوكسيلاس. طيب ما هي الحاجات اللي بتعمل له اكتيفيشن؟ It is activated allosterically by مادة اسمها سيترات وبهرمون اسمه انسولين. إذا ما هما العاملين اللي بيزيدوا لنا تصنيع الفات أسيد؟ مادة اسمها السيترات دي بتاعت السيترات أسيد سايكل، والانسولين هو الهرمون بتاع الشبع. طيب an inhibited by long chain acyl CoA. إذا مع الفات أسيد الطويلة لما تكون موجودة كثيرة في الخلية بتعمل له inhibitions، وبهرمون تاني يا جماعة اسمه شنو؟ جلوكاكون. زي ما تصنيع الفاتي اسيد بيحصل له اكتيفيشن بالسيكريت وبهرمون الانسولين، بيحصل له انهيبيشن باللونج تشين فاتي اسيد وهرمون الجلوكاجون. طيب بيتا اوكسيديشن هي يا جماعه العمليه بتاع تكسير الفاتي اسيد، هو فاتي اسيد اوكسيديشن اكسده الفاتي اسيد. لماذا؟ عشان نعمل جنريشن ل NADH و FADH2 اللي هو يا جماعه زي ما ادوكم دي بيحصل لها Oxidize في الالكترون ترانسبورت عشان نصنع شنو؟ ATP. طيب كم ATP من ال NADH وال FADH2؟ ال NADH بدينا 3 ATP وال FADH2 بدينا شنو؟ 2. 2 و 3 يبقوا كم؟ 5. لذلك يا جماعه اي سايكل اي دوره في الفاتي اسيد اوكسيديشن بتديني 5 ATP. طيب البيتا اوكسيديشن اوكير ان ذا ميتوكوندريال ماتريكس، بتحصل وين يا جماعه؟ في الميتوكوندريا زي السيتريك اسيد سايكل وزي الالكترون ترانسبورت شين. And produce acetyl coenzyme A. اذا تكسر الفاتي اسيد يا جماعه زي ما هو صنعناه من الاسيتايل، تصنيع الفاتي اسيد من الاسيتايل، اذا تكسير الفاتي اسيد بيعطيني اسيتايل لوجيكلي. And this acetyl بيمشي يحصل له اوكسيديشن في التي سي اي سايكل. لو بتتذكروا يا جماعه اي اسيتايل كو اي لما يحصل له اوكسيديشن في التي سي اي سايكل بيديني 12 اي تي بي، بيديني شنو؟ 12 اي تي بي بير 1 اسيتايل. لذلك يا جماعه ذيس بيتا اوكسيديشن الريجوليشن بتاع بيحصل على المستوى بتاع الترانسبورت اوف فات اسيد، طبعا الفات اسيد بتجي من الخارج وبعدين بيحصل لها انتقال للميتوكوندريا ببروتين يا جماعه اسمه كارنيتين. اسمه شنو يا جماعه؟ كارنيتين. اذا يا جماعه التنظيم كله بيحصل على مستوى شنو؟ الكارنيتين. طيب Isn't just if we want to revise energy production of beta oxidation from palmitic acid. لو متذكرين يا جماعة البالميتيك أسيد فيه 16 كربونز، إذا فيه كم سايكل؟ بيديني 7 سايكل. كيف عرفنا 7 سايكل؟ ما علينا نقسم عدد الكربون 16 على 2 بتساوي 8 وننقص منها 1. إذا يا جماعة دائما عدد السايكل بعد ما نقسم التوتال نمبر أوف كربون أوف فاتي أسيد على 2 بعد ما نطرح منه 1. وما ننسى يا جماعة أي سايكل بتديني 1 FADH2 و 1 NADH، اذا 2 زائد 3 بتديني 5. اذا بالميتيك 7 سايكل وي سايكل 5 معناها 5 في 7 بتديني 35. ما ننسى يا جماعه ان البالميتيك اسيد لو كسرناه لكربونتين كربونتين بيديني 8 مولكيولز اوف اسيتايل كو اي، والاسيتايل الواحد يا جماعه بيديني 12، اذا 12 في 8 بتديني 96. لكن يا جماعه ما ننسى دائما دائما يا جماعه الفاتي اسيد عشان يحصل له اكتيفيشن بيستهلك 2 اي تي بي. اذا يا جماعه التوتال حيكون 35 زائد 96 131 ونطرح منه 2 اللي هي بتاعت الاكتيفيشن بيديني 129 اي تي بي النت اي تي بي برودكشن. طيب الديفيت لو في مشكله في البيتا اوكسيديشن ذيس ريزلت ان هايبوجلايسيميا، لانه يا جماعه خلايا كثيرة في الجسم بتعتمد على الفاتي أسيد كمصدر للطاقة. إذا يا جماعة لو بقى في مشكلة في استخدام الفاتي أسيد معناها هتستخدم جلوكوز، والجلوكوز يا جماعة ما كافي للجسم كله، إذا الجسم حيدخل في كونديشن بتاع شنو؟ هايبوجلايسيميا. برضه يا جماعة في ثاني باسوي اسمه ألفا أوكسيديشن، لو متذكرين يا جماعة ألفا أوكسيديشن ما زي البيتا أوكسيديشن، ما بيدينا أسيتايل كوي، لكن يا جماعة بيساعدني إنه بيكسر كربون كربونز. فالفا اوكسيديشن يا جماعه لو بقى فيه مشكله بيدينا مرض اسمه ريفسم ديزيز، وهو يا جماعه سي ان اس بروبلم نوت هايبوجلايسيميا. زي ما الهايبوجلايسيميا دائما مع البيتا اوكسيديشن، لكن يا جماعه شنو الفا اوكسيديشن هو يا جماعه مشكلته لو بقى فيه مشكله معناه في بعض الفات اسيد هتضغط على بعض التشو زي البرين تدينا مع مشاكل في السي ان اس. طيب كيتوجينيسيس، الكيتوجينيسيس يا جماعه هي السينسيس اوف كيتون بوديز، وبرضه يا جماعه بيصنع من الاسيتايل كوي. اذا يا جماعه الكيتوجينيسيس
هي عملية تصنيع الكيتون بودز من الأسيتايل كوي. طيب ده بيحصل يا جماعة during starvation and uncontrolled diabetes mellitus. يا جماعة كل ما زول كان صايم لفترة طويلة أو عامل كيتو كيتو دايتس أو يا جماعة شنو دخل في صيام طويل جدا، ففي كل الأحوال ده يا جماعة الجسم حقه يصنع شنو الكيتون بودز. لماذا؟ لأنه ما في كربوهيدرات داخل من برا. طبعا يا جماعة قلنا نحن أكبر مخزن للطاقة في الجسم هو الليبيد، ولما ما يكون في كربوهيدرات من الخارج معناه الجسم هيستخدم الليبيد، ولما نستخدم الليبيد معناه هيكسر الفاتي أسيد، ولو كسر الفاتي أسيد هتصنع الكيتون بودز. طيب إذا يا جماعة اكسس أسيتايل كو إنزيم أسيتايل كو إيه بتصنع كيتون بودز، ما هي الكيتون بودز؟ هي الأسيتو أسيتيت والبيتا هيدروكسي بيتريت والأسيتون. الأسيتون ده يا جماعة بيطلع مع الريسبيريشن فما بنتحصل منه على الطاقة، لكن بيدينا الرايحة الكاركترستيك بتاعة الكيتون بودز. طيب الكيتون بودز يا جماعة هي بتصنع في الميتوكوندريا بتاعة الكبد، والليفر يا جماعة is the only organ that produce ketone bodies but cannot utilize them. ما في زول يا جماعة يقول إنه الليفر بيستعمل الكيتون بودز، الكيتون بودز تصنع بالليفر لكن يا جماعة تستخدم بالأزر organs. كيتون بودز are water soluble عشان كده يا جماعة بتطلع في البول في اليورين، are acid عشان كده يا جماعة بتعملين الكونديشن اسمه كيتو أسيدوزيس. الهاي ليفل يا جماعة في البلط بتديني مستويات عالية بنسميها كيتونيميا، والكونديشن كله يا جماعة اسمه شنو كيتو أسيدوز. طيب الكيتو أسيدوز يا جماعة أو المرض اللي هو فيه زيادة في الكيتون بودز بنسبة عالية بيكون حالة مرضية شديد في الان كنترول دايابيتس، بيديني حالة يا جماعة اسمها دايابيتك كيتو أسيدوزيس. دايابيتك كيتو أسيدوزيس ده مرض خطير جدا برضه يا جماعة، بيحصل في الستارفيشنز وفي اللو انسولين والسيفير دايتنج، لكن يا جماعة دايما لما يكون في الان كنترول دايابيتس بيحتاج الزول يدخل المستشفى وده مرض خطير. طيب كوليسترول، كوليسترول يا جماعه هو بريزنت في كل التيشو، والكوليسترول يا جماعه ايزر فري او مرتبط بفاتي اسيدز، والكوليسترول يا جماعه بينتقل في لايبو بروتين اسمه ال دي ال بالميجر كارير، والكوليسترول يا جماعه بيصنع في التيشو فروم اسيتايل كوي. هذا يا جماعه الكوليسترول عنده وظائف عظيمه، بيدخل في البلازما ممبرين، بيدخل في الاسترويد هرمون والسكس هرمون، بيكون بريكيزر للفيتامين دي، بيصنع لنا البايل اسيد والبايل سولت، إذا عنده وظائف عظيمة. لكن يا جماعة الكوليسترول لو زاد في الناقل بتاعه اللي اسمه LDL والجسم ما قدر يتعامل معاه معناه هيترسب يا جماعة في الأوعية، فده بنسميه يا جماعة الباد كوليسترول. فهذا يا جماعة الكوليسترول. أما الكوليسترول الزايد بينقله الجسم عكسيا للكبد بناقل تاني اسمه HDL، ده بنسميه يا جماعة الجود شنو كوليسترول ترانسبورتر. فدايما يا جماعة ال LDL لو زاد هو هو المصاحب بالأمراض زي يا جماعه تصلب الشرايين وامراض القلب. طيب كيف بيحسب الريجوليشن يا جماعه الكوليسترول؟ بيحصل على مستوى انزيم اسمه اتش ام دي كوي ريدكتاز، وده يا جماعه بيحصل له انهيبيشن بالدايتري كوليسترول، زي لو اكل كوليسترول كتير من بره جسمك ما هيصنع كوليسترول، وبيحصل له يا جماعه انهيبيشن بالجلوكاجون، بيحصل له بادويه زي الحاجه اللي اسمها يا جماعه الاستاتين. طيب ما هي اللايبوبروتين؟ هي يا جماعه نواقل ترانسبورت انسوليبل ليبيد في الاوساط المائيه، في أربع أساسيات عندنا مع التشايلومايكرومز هو بينقل الترايجليسرايدز الجاي مع مع الأطعمة مع الدايتري، وفي الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين ده بينقل يا جماعة الترايجليسرايد المصنع في الكبد، وفي اللو دنسيتي لايبوبروتين ده الباد اللي هو اللي بينقل يا جماعة الكوليسترول مينلي في الجسم، وده يا جماعة لو زاد يترسب بيعمل الأمراض، وفي الهاي دنسيتي لايبوبروتين بينقل الكوليسترول الراجع للكبد. طيب عندنا مادة اسمها سيرفاكتنت، وزي ما يا جماعة قلنا السيرفاكتنت دي مادة مهمة جدا، دي بتقلل السيرفيس تنشن وين في اللنج يا جماعة في الرئتين، وده بيمنع لنا يا جماعة الالفيرال كولابس، لما الهواء يطلع من الرئة ما بتلتصق مع بعض لأنه السيرفاكتنت موجودة بتخليها منتفخة شوية. السيرفاكتنت هو شنو؟ هو ميكشر اوف ليبيد 90% منه ليبيد، والليبيد ده يا جماعة أساسي اسمه الليسيسين أو هو نوع من الفوسفوليبيدز. طيب يا جماعه لو بقى في مشكله في السيرفاكتنت معناه الطفل هيكون عنده مشكله في التنفس، بيجينا مرض اسمه ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، ودايما يا جماعه بيحصل عند البري تيرم. البري تيرم يا جماعه الاطفال شنو الناقصي، فيا جماعه this one is associated with insufficient surfactant production and secretions، ومرات يا جماعه بيكون سبب للوفاه. طيب
ما ننسى يا جماعه الايكوسينويدز. الايكوسينويدز هي كلاس مهم جدا من اللوكال هرمونز، هي تنقسم لنوعين بروستينويد ولوكوترايز. والبروستينويد هي البروستاجلاندين والثرومبوكسين، كلهم يا جماعه بيجوا من فاتي اسيد اسمه راشيدونيك. والراشيدونيك ده يجمع فيه 20 كربون، 20 كربون باللاتيني يسمى ايكوزا، عشان كده يجمع يسمى ايكوسينويد. ايكوسينويد معناه المركبات التي تحتوي على 20 كربون. يا جماعه اهم حاجه فيها البروستاجلاندين هي مديت بتنقل الالم والالتهاب وبتدينا اشعار للالتهابات، وبيساعد يا جماعه في الميوكس ممبرين سيكريشنز، وبتمنع الاسيد سيكريشنز، وبيساعد في البليدت اجريجيشنز، وبيساعد في اليوتراين كونتراكشنز، وبيساعد يا جماعه في تنظيم الريلاكسيشن والكونتراكشن بتاع السموث ماسل، وفي الفازو دايليتيشن يا جماعه بيستيموليت الفازو كونستريكشن. زي ما ننسى يا جماعه انه البروستاجلاندين بيحصل لها انهيبيشن بادويه زي الاسبرين اسمها نون ستيرويد انتي انفلامتري. اما اللوكوترينز يا جماعه هو المسبب، بيكون بسكريشن بكميات كبيره في حاله الازمه امراض الحساسيه الشديده. ففي الحاله دي يا جماعه لازم ندي دراج اسمه ستيرويد. الستيرويد ده بيمنع يا جماعه تصنيع الايكوسينويد كلها لو كانت لوكوترينز او كانت شنو بروستيرويد. اما يا جماعه الاسبرين اللي بنديه بس بيمنع علينا تصنيع شنو يا جماعه البروستاجلاندينز، يعني ما عنده شغله بشنو باللوكوترينز. اوكي ذيس جاست يا جماعه ريفيجنز. وانا واثق انه الناس بعد ما مرت على النوتس كلها زائد شنو يا جماعه الانفورميشن اللي اخذتوها هسه دي، طبعا يا جماعه دي ما كل حاجه لان دي البوينت المهمه. If يا جماعه if you concentrate in this point almost you cover 80% ان شاء الله of كل شنو يا جماعه your participation in the test or in the exam. اوكي؟ تفضلوا. دكتور ايش الفرق بين اسيتال كو اي واسايل كو اي؟ اسايل يا جماعه اسايل معناه فاتي اسيد. فالفاتي اسيد لما ما نديه اسم سبيسيفيك يعني ما نسميه بالميتيك ولا ستيريك ولا اوليك ولا لينوليك بنقول له اسايل. اذا اسايل جنرال نيم فور فاتي اسيد. اما اسيتايل هو المركب يعني المكون من كربونتين اللي هو اللي بيصنع الاسايل. اذا يا جماعه اسايل هو شنو فاتي اسيد، اسيتايل هو المركب الثنائي اللي بيجي من كربونتين. اسايل يا جماعه لحاله ما اكتف، عشان يبقى اكتف بنضيف له كوينزايم اي. اذا ما مش قلنا بنستهلك 2 اي تي بي، استهلاك ال 2 اي تي بي ما بنستعمله عشان نضيف الكوينزايم اي للاسايل. مش يا جماعه الاسيتايل برضه فيه كوينزايم اي اسمه اسيتايل كوينزايم اي، الاسايل برضه عشان يبقى اكتف لازم يكون فيه كوينزايم اي، فيبقى اسمه شنو يا جماعه؟ اسايل كوينزايم. اذا اسايل هو فاتي اسيد لحاله ما اكتف، لما نبدا اسمه اسايل كو اي بيبقى في الصوره الاكتف، والاكتيفيشن ده يا جماعه بيستهلك 2 اي تي بي. لذلك يا جماعه احنا لما نحسب الكالكوليت الانرجي في النهايه بنطرح 2 اي تي بي. طرحناه من شنو يا جماعه؟ من الاكتيفيشنز، من الخطوه بتاعت الاضافه بتاعت الكوينزايم. وضحت الفرق بين اسايل واسيتايل؟ اسايل فاتي اسيد، اسيتايل هو مركب ثنائي اللي هو بنصنع منه الفاتي اسيد اللي بيجينا من البايروفيت زي ما اخذته في الكربوهيدرات. اوكي دكتور شكرا مضحك. طيب نعم ممكن تشرح الفاتي اسيد؟ طيب الفاتي اسيد هي يا جماعه بيرسي هي ما ليبيد. طبعا يا جماعه لما نقول ليبيد قصدين ترايجلسرايدز وما فوق، لكن هو بيلونج للليبيدز لانه هو بنصنع منه الليبيد. الفاتي اسيد الاحماض الدهنيه هي نوعين بنقسمها من كم بوينتس مثلا يا جماعه؟ بنقسمها على حسب الطول لونج وشورت وميديوم. فاللي بيهمونا دائما يا جماعه في الجسم اللي بتصنع اكثر هي اللونج فات اسيدز اللي هي من 12 ولفوق. طيب الفات اسيد يا جماعه طبعا هي بترتبط كيميائيا، الكربونات بترتبط بهيدروجين. فلو كل فات اسيد مرتبط مع هيدروجين برابطه احاديه ده بنسميه يا جماعه مشبع او نقول عليه ساتوريتد، وده الحال الموجود شنو يا جماعه في الجسم بتاعنا. في الانساتوريتد الغير مشبع يعني معناها في بعض الكربونز ما مرتبطه
روابطه حاليا مع كل الهيدروجينز. ففي الحاله دي يا جماعه بنقول عليه روابط غير مشبعه او unsaturated. الانساتوريتد اهميتها انه يا جماعه في نوع منها في فاتي اسيد اثنين، واحد اسمه لينوليك ولينولينيك، ديل بنقول عليهم essential. essential معناه الجسم ما بيصنعهم. اذا يا جماعه اللفظ بتاع essential معناه لا تصنع في الجسم. بصوره عامه يا جماعه لو قال لكم essential amino acid او essential protein معناه ما بيصنع في الجسم، essential fatty acid معناه ما بتصنع في الجسم. طبعا يا جماعه الكربوهيدرات معظمها بتصنع في الجسم، عشان كده ما عندنا essential carbohydrates. لكن ما عندنا essential lipid وعندنا essential protein او amino acid. طيب هذه الفاتي اسيد يا جماعه هي مهمه جدا، لو اصبحت لحاله بنعملها اكسده بالبيتا اوكسيديشن تدينا طاقه، والاكسده بتاعتها يا جماعه بنحولها لاسيتايل كوينزايم. الفاتي اسيد يا جماعه هي الاساس للدهون، فاذا يا جماعه الفاتي اسيد ان فات هي يا جماعه بتتصنع في الجسم، اللي هي دي اسمها النوع الثاني اللي اسمه نون اسينشال. فاذا ما بتتصنع في الجسم اسمها نون اسينشال، لكن الجسم اللي ما بيتمكن يصنعها بنسميها شنو يا جماعه؟ اسينشال فات اسيد. فاشهر فات اسيد بتصنع في الجسم هو البالميتيك اسيد، واشهر فات اسيد بتكسر في الجسم هو البالميتيك اسيد ايضا. اذا يا جماعه البالميتيك اسيد هو المين فات اسيد اللي بيتاكسد في الجسم واللي بيتصنع في الجسم. اوكي اي هوب انه اكون جاوبت لك على السؤال بتاعي. طب هي يعني حتكون مشبعه ولا غير مشبعه؟ البالميتيك مشبع. الغير مشبع يا ما هم ذاكرينهم ليكم، اللينوليك واللينولينيك ده الاشهر اثنين اللي هم ده الاسينشال زاد الاراشيدونيك اسيد، وفي بعض الامثله الثانيه، لكن يا جماعه اتليس البالميتيك ده هو مشبع، مشبع ونون اسينشال، يعني كل الروابط بتاعته حادية وبتصنع في الجسم، وبتصنع في الجسم. تمام يعطيك العافية. أرقام البوزيشن اللي في الفاتي أسيد نحفظها ولا مو لازم؟ لا يعني ما تحفظ البوزيشن. بس كان قلناها لأنه قلناها بس لما نشرح كان أوميجا 6 يعني شنو أوميجا 3. فمثلا لما نقول أوميجا يا جماعة أوميجا معناها آخر كربون. لما نقول أوميجا 6 معناها الرابطة الثنائية على بعد 6 كربونات من الأخير، يعني ده فهمها كده. أوميجا 3 معناها الرابطة الثنائية على بعد 3 كربونات من الآخر كربونة. طبعا آخر كربونة بنسميها أوميجا، اصطلاحا اسمها أوميجا. وبس أيوه. تنوع جماعة بعد الأوميجا 3 والأوميجا 6 اللي هي بقت مشهورة جدا، موجودة في كل باعتبارها مكمل في الصيدليات اللي هي اوميجا 3 الاشهر. فبتلقى حبوب كده يا جماعه جيلاتينيه كده اسمها اوميجا 3 مهمه مفيده يعني عندها وظائف كثيره. طيب دكتور بالنسبه للصيغه الكيميائيه نعم نحفظها برضه ولا زي اللي في البالماتيك اسيد؟ ما تحفظها، لكن مثلا يا جماعه مرات مثلا لو جبنا لكم صيغه كيميائيه تحسب فيها عدد الكربون بس، يعني حتى لو جبناها بس عشان تعرف الفات اسيد فيه كم كربون، السؤال حيكون مثلا مرتبط ببيتا اوكسيديشن. يعني مثلا يا جماعه جبنا لكم صيغه كيميائيه خدينا لكم فيها كربون انت حسبتم لقيتم 14 كربون. فبس بعدك تبني عليه انه مثلا هذا الفات اسيد ما دام فيه 14 معناها السايكل بتاعته هتكون 6 سايكل. معناها حيديني 7 اسيتايل كوينزايمين، وانت تبني على كده تحسب على كده. أيوة. لانه مثلا يا جماعه انتوا مثلا في بعض الفات اسيد ممكن نجيب لكم ما تكونوا متذكرين اسماء او ما عارفين اسماء او انتوا ما مطالبين باسماء. مثلا اقول لكم فات اسيد يا جماعه اسمه اوليك، فانت مثلا اوليك ده يو دونت نو انه فيه كم كربون، او نقول لك كلوريك، فلازم يا جماعه الفات اسيد يا نقول لك عدد الكربون بتاعته مباشره، او لو حطينا لك صيغه بين قوسين انت احسب عدد الكربون فقط، يعني احسبها از 10 ولا 12 ولا 13 او وات ايفر، يعني هم كم عدد وتبني عليهم بعدك. تمام دكتور الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. دكتور نعم ممكن تشرح ترانسبورت انسلوب ليبيد؟ ترانسبورت اوف وات؟ انسلوب ليبيد انسولوبل ليبيد. طبعا يا جماعه الليبيدز
هي عشان تدخل الجسم حتمر في أوساط مائية. لو كان يا جماعة على مستوى المعدة، على مستوى الإمعاء، دي محتوية على عصارة مائية. أو لو دخلت الدم، الدم برضه يا جماعة هو وسط مائي. فإذا كل الأوساط المائية دي حتواجهنا مشكلة عدم ذوبان الليبيد. طيب في الجهاز الهضمي بنتغلب على جماعة إنه في مواد زي البايل أسيد والفوسفوليبيد اللي هي بتحيط بالدهون وحتساعد لنا عملية الهضم والامتصاص. لكن مجرد ما دخل الجسم الدم بعد في صعوبة جماعة في انتقاله. فشان ننقله لازم جماعة يرتبط لنا بمادة سوليبل، والمادة دي هي البروتين. فالدهون جماعة لما ترتبط بالبروتين بيبقى اسمها لايبوبروتين. اسمها شنو؟ لايبوبروتين. بدي ما بسرعة عامة الدهون شان ننقله في الأوساط المائية أو في أوساط الجسم اللي هي معظمها مائية لازم تكون مرتبطة ببروتين. فاللايبوبروتين هي أمثلة كثيرة منها، في واحد اسمه تشايلومايكرونز ده بينقل الدهون من الجهاز الهضمي للجسم، وفي VLDL ده بينقل من الكبد للجسم، وفي LDL ده بينقل يا جماعة برضو الكوليسترول بينقل لنا للجسم، وفي HDL بينقل يا جماعة الزايد من التيشو بيرجع الكبد. فدي كل يا جماعة النواقل دي اسمها لايبوبروتين، وظيفتها عشان تساعد في نقل الدهون اللي هي ما عندها ذوبانية انسوليبل في الأوساط المائية. اللي بيميزها شنو يا جماعة؟ وجود البروتين. فالبروتين هو مادة تذوب في الماء أو في جزء منها بيذوب في الماء، فده اللي بنستخدمه عشان نبني به المركب اللي اسمه لايبوبروتين عشان نقول لنا الدهون. فأنا جماعة في وظائف ما موجودة في الليبيد. يعني مثلا المثال لما نقول يا جماعة genetic informations، الجينيتيك information دي عندها علاقة بالنيوكليك أسيد الأحماض النووية، يعني ما عندها علاقة بالدهون. مثلا نقول يا جماعة إنزيمات، الإنزيمات دي هي وظيفة هي بتصنع من البروتينز، إذا ما عندها علاقة مع الليبيد. مثلا يا جماعة نقول مثلا structure of muscle بتكون العضلات، إذا ما دائما الدهون ما بتكون العضلات، العضلات بتكون شنو؟ من البروتينز. يعني هذا زي يا جماعة مثلا أنتوا تعرفوا الوظائف بتاعت الدهون، ففي وظائف تانية لو جات ما مذكورة لكم معناه دي ما تبع الوظائف باعتبار. طيب مثلا يا جماعة تتذكروا يا جماعة مثلا الإنزيمات اللي بتهضم الدهون في الأطفال واللي بتهضم الدهون في الكبار، نميزهم بيناتهم باعتبار. طبعا يا جماعة مهم جدا في أي باسوي تعرفوا الإنزيمات الأساسية، الإنزيم الكي إنزيمات في تصنيع الفاتي أسيد، الكي إنزيم في تصنيع الكوليسترول، دي مهمة جدا، دي مهمة جدا. طبعا يا جماعة في أشياء أنا ما راجعت لكم هنا لكن أنتوا حترجعوا لها، يعني مثلا زول برضو مثلا أي باسوي تعرفوا جماعة هو بتصنع في أتو أورغانس، يعني مثلا لو كان تصنيع الكوليسترول أو تصنيع الدهون في الخلايا الأكثر. أوكي فإن شاء الله أنتوا بالمراجعة زايد عليها الناس برضو تكون مذاكرة الأجزاء الباقية، فإن شاء الله ده بيعطيكم دفعة كويسة، إن شاء الله بتمروا على كل الكويسة بتغطوها كويسة.